أنا الآن في كوكب المريخ، أرى شيئا غير الذي قيل عنه، أشجار وبيوت وحتى بشر. لما هؤلاء الناس قادمون باتجاهي؟ وكيف وصلوا إلى هنا؟ أنت هل تسمعنا أيها الرجل؟ ساعدنا نتوسل إليك، أخرجنا من هنا بنفس الطريقة التي أتيت بها، لا تتركنا نعاني، نحن مشتاقون إلى الأرض وإلى ديارنا. الأرض؟ أنتم من سكان الأرض؟ وكيف وصلتم إلى هنا إذن؟ لقد خطفونا لكي نتكاثر حتى يعم الكوكب بالسكان. وكم عددكم ولماذا أنتم بالتحديد؟ ومنذ متى أنتم في المريخ؟ نحن محبوسون هنا منذ قرابة 5 سنوات. ببداية الأمر كنا 100 شخص، 50 رجلاً و50 امرأة، والآن أصبحنا 130 شخصاً. قالوا لنا أنهم كانوا يتتبعوننا منذ سنين طويلة، وجلبوا تقارير طبية عنا بقدرتنا على الإنجاب. وأنت كيف أتيت إلى هنا؟ أرجوك ساعدنا للعودة إلى الأرض بذات الطريقة. أنا؟ كيف أتيت؟ هذه تجربتي مع حبة الفيل الأزرق. تنويه: غرض هذا الفيديو التوعية بمخاطر هذه الحبة، والمعلومات التي ستذكر فيه غير قابلة للتجربة أبداً. تنقلك إلى عالم آخر، تسمع أصواتاً غريبة، تشعر وكأنك تسبح في الفضاء، وقد تنزل إلى جوف الأرض وترى عوالم أخرى، هلوسات وارتفاع في درجة الحرارة. حبة الفيل الأزرق، عوالم داخل حبة. أقراص الموت. لعلها تكون المرة الأولى التي سمعت بها عن هذه الحبة، أو ربما قد تكون شاهدت فيلم الفيل الأزرق أو قرأت الرواية ذاتها، ولكن فيما سبق لم يتبين لنا مما تتكون هذه الحبة وما هي أضرارها وهل حقا تسبب الوفاة. في الآونة الأخيرة انتشر مصطلح حبة الفيل الأزرق أو عقار الشيطان أو أقراص الموت، لكن هذه الحبة ليست حديثة العهد، وإنما بدايتها تعود لمئات السنين، فظهرت للمرة الأولى في قبائل الأمازون وفي بعض مناطق أمريكا الجنوبية، إذ كانوا يستخدمونها أثناء المناسبات والاحتفالات الدينية لكي تأخذهم إلى عوالم وأزمنة مختلفة، وكانوا يستخرجونها من نبات الأياهوسكا وبعض النباتات الأخرى، ويتم غليها مثل الشاي وشربها أثناء الاحتفال. مكوناتها: تتكون هذه الحبوب من ثنائي ميثيل تريبتامين، ويتم اختصاره بـ DMT، وهو مركب كيميائي يؤدي للهلوسة، وذلك عبر طرح هرمون السيروتونين، وهو أحد الهرمونات المسؤولة عن السعادة في المخ، ويلعب دوراً مهماً في تنظيم مزاج الإنسان عموماً. وبعد طرح ذلك الهرمون يؤدي لاضطراب كيميائي في المخ، حيث يشعر المتعاطي بحالة من الهلوسة السمعية والبصرية تعطيه شعوراً غريباً بالانتقال إلى زمان أو مكان آخر، كما يمكنه رؤية أشخاص وسماع أصوات غير حقيقية في مشهد يشبه الاقتراب من الموت أو الانتقال بين الأزمان. أموات أحياء: عند ابتلاع المتعاطي الحبة تبدأ رحلة الانفصال عن الواقع بعد 2 إلى 5 دقائق، وتستمر الرحلة حتى 2 أو 3 ساعات. تبدأ الآثار الجانبية تظهر تدريجياً، فيشعر المتعاطي أولاً بفقدانه الإحساس بالمكان والزمان، ويشعر بهلوسات سمعية وبصرية غريبة، كما يزداد معدل ضربات القلب بشكل كبير وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وألم في الصدر، كما يشعر المتعاطي بدوخة وصداع شديدين وتوسع في حدقة العين. وقد يؤدي تناول هذه الحبة للدخول في غيبوبة أو للوفاة، وخاصة ممن يعانون ضيقا في التنفس، وإن نجا منها واستيقظ فغالبا ما سيعاني المتعاطي بعدها من اكتئاب شديد أو انفصام في الشخصية.
تعتبر حبة الفيل الأزرق محرمة دولياً، وفي أمريكا تعتبر من أخطر أنواع العقاقير ومن أكثرها مراقبة وتدقيقاً من قبل السلطات هناك، وذات الأمر ينطبق على أغلب دول العالم، فيما تبقى المعضلة الكبرى هي الحد من انتشار ذلك النوع الخطير والمرعب. وبينما تحاربه الدول والحكومات وتحذر منه المنظمات والمؤسسات، يتحول العقار إلى سلعة دسمة للتجار يستهدفون فيها فئة الشباب المراهقين تحديداً، ليبقى بذلك عقار الفيل الأزرق بين الموت والحياة، يسلب من الناس عقولهم ويرسلهم إلى أزمنة وأماكن مختلفة، وقد يأخذهم إلى المريخ تاركاً خلفه الكثير من الخراب في أجساد متعاطيه.